حبايب القلب طبعا الإطلالة تأخذ العقل. جد غيث بهنيك والله، جد كثير بهنيك على اختيار البيت حبيبي يا اخوان. بجنن ما شاء الله، يعني ما شاء الله بلا شيء ينحرقش ولا يخربش ما شاء الله. بس يا اخوان والله يعني اسمع، مناسب من كل الجهات. شوف الإطلالة ما أحلاه يا اخوان، براد شوفوا هون قمر، خلص خذ البيت يعني. هون البرج طب في سؤال محير، ناس عندك غرفة انت ان شاء الله بس يجيك بيبي، شو رح تعمل؟ رح تنقل؟ عم بفكر اصلا جد؟ عم نفكر انا وساره. نعم ساره بدك تنقلي؟ تنقلي هلا دريت باني حانقل حرام. بتعرف وين تحط الولد؟ وين؟ حرام وين تحطه؟ بالبلكون. لا فكر اول ما لازم يكون معكم بغرفتكم. انت عندك نكته هلا صح؟ لا والله ما عندي نكته، بس الناس تقول طيب غيث تعبان على البيت، ليش مختار غرفه واحده؟ لان احنا مبدئيا يعني اول سنه بنعيشها مع بعض ومتزوج، بعدين بصير 7 غرف الواحد بيبدا بغرفه شوي يعني متى على بيت اكبر، بعدين فيلا، بعدين فهمت هيك هيك الحياه، بعدين بشتري ارض، بعدين برج، بعدين ان شاء الله برج. صعب شوي بدها تعب، بس والله جد بهنيك والله حبيبي. عقبال بيت المستقبلي رايح يعمل تور بالغرفه. وين زياد؟ خذ لكم راح اخذكم جوله مش في غرفه النوم في خصوصيات في الصالون يعني غرفه، راح اخذكم لجوله بالمطبخ بالصالون. بس والله يا اخوان شوف الاجواء ما احلاها، اسمعوا كل البنايه بتوقع صارت بتكون نايم الا هيك بتهز ساره صارت تضحك زي ضحكتي لما ضحكتك تسليك، كلنا بنعرف نسلك هالضحكه جد عن جد ما حد يضحك. اضحك انت بس، انا مو لازم تضحكني. لا بدون ضحكة التسليك والله الحالة هاي طلعت ما في جيران هون. انا مرة شفت سارة بتقلدي ضحكات، قلدتي ضحكة وقتها أسامة ومين؟ بس انت هلا اوكي، قلدي ضحكة أسامة يا الله معدتي مش قادر. اصواتكم وصلانه لعند السكيورتي لتحت. لا والله يا اخوان، يا الله يا اخوان غيث غلبناه اليوم. شوف يا اخوان ما خلص الفواكه اللي بالثلاجه يا الله مش قادر. ما بعرف قال لك نكته؟ انا ايش؟